إذا أعظم بحر أخذ موقعه أيها الحضور الكريم، واكتملت الأسماء في بوابة الانطلاق لحظات، وينطلق الشوط السادس الذي فتحت على بركة الله تعالى. أيها المتابعون الكرام، بوابة الشوط السادس على مسافة 1600 متر، دولة تتصدر، دولة يتصدر على المركز الأول مع وليد الزجالي وجنرال في موقع ممتاز. هناك أيضا من عفوا ربدان ودولة، وهناك جنرال أيضا عظم بحر يصل على المركز الثالث في هذه اللحظات ويتواجد مع المجموعة المتصدرة. إذا الدولة وهناك عظم بحر، دولة وعظم بحر وربدان، دولة وعظم بحر وربدان، والدولة شدان أيضا يصل. هناك قدوم لبتيل بتيل ضمن المجموعة المتصدرة. عظم بحر يبدأ المعتصم الآن الطلب من عظم بحر وشدان. شدان الآن على المركز الأول مع عيسى البلوشي. شدان وعظم بحر وبتيل، شدان وهناك ممسوك، أرى ممسوك غياث حتى هذه اللحظات. شدان وعظم بحر وغياث، الكفة تذهب لغياث حتى هذه اللحظات. إذن شدان وغياث، شدان وغياث وبتيل، غياث الآن يستلم الصدارة، غياث لعبد العزيز الصواعي. أنس السيابي بأداء كبير وأداء جميل وممتاز. هناك جرير أيضا قادم متأخر يا جرير، كابتن سبارو قادم أيضا من الجهة الخارجية، ولكن غياث ينتزع المركز الأول وينتزع الصدارة لعبد العزيز بن راشد الصواعي وبقيادة أنس السيابي.